بمناسبة شو وصلت لاشين أكثر من 500 أبوني، بصيت لكم في الفيسبوك ديالو لاباج باش تسولوني نجاوبكم، ودابا هانتوما مسولتوني وغادي نجاوبكم. والله يلا نبداو، تسناو في الاخر الفيديو غادي تكون واحد البونيس. يلا نخليكم مع الفيديو. السؤال الاول اللي هو السؤال اللي كيجيني بزاف، اللي هو باش كتصور وباش كتمونتي؟ كنصور بنيكون كول بيكس اس 105 هي التصويره ديالها، وكنمونتي ب ادوب برومي برو سي سي 2016. يلا كنت القم اقل اقل القم اقل القي القمر يلا كنت اقلمو معاها، يلا كنولفوها شويه حيت هي صعيبه بزاف. سيمو ال، شكون اللي كتانسبيرا منو في يوتيوب؟ وشي ديديكاس اللي كتانسبيرا منو في يوتيوب؟ اللي هو واحد فرنساوي سميتو داني لو روس، تلقاو شي ديال في الديسكريبسيون شي حاجه لها ربا. بشار بي بي سي، عاودي نقص كيفاش بديتي يوتيوب. قصي كيفاش بديت يوتيوب، ما لقيتش هذا اللي يكون في هذا الفيديو، يعني الفيديو الجاي غادي يكون ستوري تايم على كيفاش بديت يوتيوب. الياس جي بي، باش كتمونتي وإلا كاميرا عندك وشحال عندك في العمر؟ باش كنمونتي بأدوب برومي برو سي سي 2016 وكاميرا اللي عندي هي نيكون كوربيكس اس 105 وشحال عندي في العمر؟ عندي 14 عام. تهدي لي محمد أمين، علاش لحقتي 5 الفيديوهات في العام؟ ماشي هاد العام، العام اللي فات علاش 5 الفيديوهات في العام؟ حيت كان طالي واحد المشكل في الكاميرا اللي هو الباتري، يعني ما لقيتش الباتري ديالها، و ثانيا كان طالي واحد المشكل في لوجيسيال اللي كان مونتي به، كان كيتبلوكا بزاف. وجاب سؤال واحد اخر اللي هو علاش ما ديرش جيمينغ؟ خصكم تعرفوا ان ديجا كنت عندي شي ديال جيمينغ، حيت بغيت نركز على حاجه وحده، ماشي في بودكاست، ماشي في بودكاست وجيمينغ، بغيت نركز على شين وحده وكونتوني واحد. انوار او ام اخ، واش دخل يوتيوب على ود الفلوس؟ لا، دخل يوتيوب باش نحقق واحد الحلم ديالي اللي هو نولي ان كوميديا. حمزه او ال كو، الا فقتي ولقيتي عندك 50 مليون ابوني شنو دير؟ غادي نرجع الناس، غدا نجح ادريسي، شكون القدوه بالنسبه ليك؟ قلت لكم القدوه ولا اللي كانت اسبيرا منه في يوتيوب اللي هو داني لو روس. انا سلام، شنو الهدف ديالك في يوتيوب من هنا عام؟ هاد الدري غادي تلقاو شين ديالو في ديسكريبسيون عندو كونتوني واعر، والهدف ديالي من هنا عام هو نوصل ل 10000 ابوني، صعيبه شويه ولكن قد نوصل لها. اسامه شاطر، تابعونا وفلاش تشين تاعي ميستر شاطر، تلقاوها في شيا في ديسكريبسيون. شنو الاحساس ديالك اللي حسيتي ملي وصلتي ل 500 ابوني؟ هو كاتب 400 ماشي 500، ولكن احساس حسيت بيه خاصة بس ابوني. ماما عادي عادي، شعور عادي شفتها وي وصافي. ياسين باوساوي 2003، شحال جبتي في النتائج؟ جبت 14.8. 55 اشرف حسين، شكون انت بعدا؟ حشمت نبقى معاك. انا زيد شي، عندي 14 عام، ساكن في سلا، وكان وكنقرا في الثامنة، صافي؟ أوكي؟ ماريو إيت، علاش أنت زوين؟ وشي ديديكاس؟ ديديكاس ليك، علاش أنا زوين؟ حيت أنت زوين، عندك تخيب باش كما نخيب، صافي؟ عدنان طال، واش عزيز عليك الجيمينغ؟ عزيز عليا الجيمينغ بزاف، الحب، الجيمينغ والحب ديالي، هو القلب ديالي. صافي ما كنتبغيش. وجاب سؤال واحد اخر، فين ساكن شحال عندك من عام؟ ساكن في سلا في تابريكس وعندي 14 عام. حسن عاصمي، واش ممكن دير لينا سيتاب وباس ليك وشي ديديكاس؟ ديديكاس ليك، واش ندير ليك سيتاب؟ خصي بعدا حتى حيت البيت باقي عندي فيه شي اصلاحات من هنا الصيف، يعني غير نساليه اصلاحات وغادي ندير لكم سيتاب روم تور ماشي سيتاب. ب ا كيسكو تو بريفير كوم ميتي او فيتور؟ لو فرونسي اكتر ممثل. نورا طوم ميو رابور ماد، جاو غدرو من دار شحال من مرة ودوزت وسخت حياتي بغيت اتنقى زعما جيت دوزت دابا فهمت بلان ندوز لو كيعلمو غير نجاوبو مالوه. يوتيوبر
حمزة المجد واحد تري. نقول لكم احسن بودكاستر عندي انا هنا في المغرب. تلقاو شوفوا الشيل ديالو لحقوه في لي زابوني. ولكن واعر اكتر سعيد اتش باجا كيشبلي وكيقتلني بالضحك. جوار سيفن كيري كيلعب الباسكت في ان بي اي وبالضبط في جولدن ستيت. وشنو احمد يوتيوبر عندك؟ احمد يوتيوبر عندي وزير شي عرفتي شي نهار شتو نتاع لي شيماء قديري فين تبغي تعيش في المستقبل؟ انا بغي نعيش في كندا. وجات بسؤال واحد اخر شنو هي اكبر مشكله درتيها؟ تسنطحت مع واحد كبر مني وكانت المشكله هي عطاني قتلة العصا. نادر طوطو الهوايه ديالك؟ الهوايه ديالي الاغلبيه عرفناها هي الباسكت بول. والحاجه اللي كتسناوها كاملين اللي هي البونيس اللي قلت لكم في الاخر ديال الفيديو نقولو اللي هو غادي نبدا ندير تشالنج برانك ستوري تايم كلشي الى ديستراك. ما غاديش نبقى نحصر ما بين بودكاست وفاين وفلوغ. غادي نبدا ندير كلشي يعني اي حاجه طاحت لكم في البال غنبدا غادي نطور في المحتوى ديال لاشين وان شاء الله غادي تولي شي حاجه احسن. هكا غادي يكون نسينا الفيديو كنتو فار عليا راسي بي دي كيو اند اي دي كيو اند اي وانا دابا درت لكم كيو اند اي. تمنى يكون عجبكم الفيديو ولا شكون ديروا ابوني وديروا لايك وبارطاجوا مع صحابكم. وخلي ما نقول لكم بيس اند لوف تشالاو.